يا اهلا بيكم. لو بتفكر تشتري فلاشه يبقى لازم تشوف الحلقه دي. حاليا في براندات ومساحات كتير للفلاشات، بس ده مش موضوعنا. الاهم من ده سرعه الفلاشه، وهل هي بتدعم USB 3 ولا 3.1 ولا 2، وازاي تعرف ده، وكمان كيفيه الاستفاده باقصى سرعه للفلاش، واهميه ده بالنسبه لك انه هيفيدك في مجال عملك وهيوفر لك وقت كتير، لانك ممكن تشتري فلاشه تحمل عليها ملف في نص ساعه، مع انك نفس الملف ده ممكن تحمله في فلاشه تانية في دقيقتين بس. وده بيكون راجع لحاجتين، اولا سرعه الفلاشه اللي انت اخترتها، وثانيا امكانيات الجهاز بتاعك. وده اللي هنعرفه في حلقه النهارده، ويا ريت ما تنسوش الدعم بلايك وسبسكرايب وشير، ويلا نكمل. وعلى سبيل المثال علشان نسهل الموضوع اكتر، هنعرض بعض الفلاشات لشركه ساندسك، وهي من اشهر الشركات حاليا. واهم معلومتين المفروض تاخد بالك منهم من على علبه او غلاف الفلاشه وانت بتشتري: اولا انك تتاكد ان الفلاشه دي بتدعم USB 3 او 3.1 او 2، وثانيا تشوف سرعه النقل. في فلاشات بتوصل سرعه النقل فيها ل 100 ميجا بايت في الثانيه، وفي فلاشات بتوصل ل 130 وفي 150 ميجا بايت في الثانيه، ودول بتعرفهم زي ما هم موضحين في الصور كده. وفي فلاشات اوتو جي بتدعم مخرجين، مخرج تايب اي ومخرج تايب سي. ومعلومه، مدخل التايب سي بدات كل الشركات حاليا تتجه ليه، وده راجع لانه بيتحمل سرعات عاليه جدا، ده غير سهوله استخدامه، على عكس USB تايب اي التقليدي اللي كتير مننا اكيد وهو بيدخله في جهاز الكمبيوتر لازم يبص الاول يشوف الاتجاهات بتاعته فين، انما التايب سي بيشتغل في الاتجاهين عادي. والفلاشه دي منتشره جدا وكتير مننا شافها، هي بتدعم USB 2، ودي ما انصحش بيها اي حد يشتريها حاليا، وده لانها بطيئه جدا. وانصح باليUSB 3 او USB 3.1 لانه سرعتهم تفوق USB 2 بعشرات المرات. ونيجي للجزء الاهم، وهي امكانيات جهازك. اولا علشان تستفاد باقصى سرعه للفلاشه لازم يكون الهارد بتاع الجهاز SSD مش HD، وثانيا لازم نتاكد ان الجهاز بتاعنا فيه مدخل او بورت بيدعم USB 3 او 3.1، وده بنعرفه عن طريقتين. في بعض الشركات بتميز اجهزتها بلون مدخل البورت الخاص باليUSB، فمثلا اللون الاسمر وده معناه اليUSB العادي اللي هو اليUSB 2، انما اللون الازرق وده معناه اليUSB 3 اللي هو اسرع 10 مرات من اليUSB 2، وفي اللون الاحمر وهو خاص باليUSB 3.1 وهو اسرع من الاثنين اللي فات. ونيجي للطريقة التانية، وهي عن طريق الرمز او الرسمة اللي مرسومة جنب المدخل او البورت الخاص باليUSB للجهاز، وده لان في بعض الشركات بتكون مداخل اليUSB او البورت كلها بلون واحد مش متميزة بالوان. وبكده يبقى انا سهلت عليك الاختيار. وفي نهاية الحلقة لو حد عنده سؤال ياريت يكتب لنا في التعليقات، وما تنسوش الدعم بلايك وسبسكرايب وشير، وشكرا.